العملية من الآن العملية الديمقراطية. في علامات استفهام، هذه العلامات علامات استفهام لا يصح أبدا أن تعوض العملية الديمقراطية، ولست مستعدا لأن ألعب بهذا الملعب أبدا. الديمقراطية مسألة مهمة بالنسبة لمصر، والحركة إلى الأمام مسألة أساسية بالنسبة لنا نحن المصريين، في طعون وفي آراء وفي مخالفات وفي كل ذلك. إنما خلينا ننظر إلى العملية برمتها، ننظر إلى أن إحنا يعني قمنا بخطوة مهمة جدا هي الانتخابات. عارف كل اللي بتقوله، وهناك كلمات استفهام زي ما قلت لك، وهناك كلام بيتردد ويقول أمام اللجنة العليا، فننظر إلى اللجنة العليا للانتخابات تحرك ويعني تقرر في إطار لوائحها ودورها رأيها فيها. إنما إحنا هنا يهمنا إنه نكون متفائلين بالنسبة للمستقبل، ونحذر من أي خطوات أو سياسات تؤدي إلى تعويض المسيرة المصرية إلى الأمام. وحتى الانقسام الداخلي المحلي الموجود هنا، إحنا لابد نطالب بإنه ألا يكون هناك صدام ولا انقسام، وإنما تنافس على كيفية إنقاذ مصر ومسيرتها إلى الأمام.